ثابت. 2-1 اكشن. من هنا تبتدي خطواتنا الاولى، من هنا ترتقي درجاتنا اعلى، نكتب التاريخ في ورقات، ننشر الإحسان والخيرات، نبتغي سبل النجاة، نمشي على نهج الهدى، فديننا دين الحياة وحياتنا حياتنا ورقات. لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجزيل الشكر نهديك ورب العرش يحميك، شكراً. ترى ما راح ينتقص من مقامك ولا من مالك من فلوسك ولا يطيح من حلالك. أقول شكرا دكتور فيصل، شكرا فلان، أشكره، أبتسم بوجهه، أدعو له بظهر الغيب، ما يبي منك درع. أشكر أي إنسان سوالي خدمة، أشكره. قال عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الناس الآن، نحن الآن يمكن نعاني في مجتمع مادي، مجتمع قد يكون عنده مصلحة أهم عليه مصلحته، وهم عليه أن ضبطني أنا ضبطك، ويقولون صاحب الحاجة أعمى، ما يشوف مصلحته. طيب اللي يوقع لك المعاملة هذه هو طبعا واجب عليه وغصب عنه يوقع معاملتي، إذا أنا أوراقي كاملة، أوراقي كاملة مو ناقصة أي شيء، الطوابع موجودة كل شيء، أوراق مشها، هو ما يبي مشيها، لكن هو مشى لك إياها، أشكره. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في لفظ: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. تبارك تعالى يسرك أمرك ويجازيك بما عنده من خير، أشكر. بعض الناس أنا تعجب عندك أنها كلمة صعبة جدا نقول شكرا، أو بيض الله وجهك، أو جزاك الله خير. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ عليه في الثناء. ما من كتاب شكر ولا هدية ولا جائزة، حتى هدايا العمال الغلول لها حلقة ثانية، لكن قل شكرا، قل له جزاك الله خير، بيض الله وجهك، تعبت، قل له وابتسم وابشر بالأجر. حياتنا ورقاء. الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا فكن حامدا فقد سمع الله لمن حمده. احمد الله تعالى النعمة أنت فيها، والشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حديث عظيم جدا يدل على فضل ما كان في قلب الإنسان من خير وعطاء، أنك تشكر الناس اللي صنعوا لك معروف. يعني أقل الأحوال تقول جزاك الله خيرا. بعض الناس يقول جزاك الله خير، خير يعني واحد، أو جزاك الله ألف خير. ليش قيدتها؟ جعلها مفتوحة، جزاك الله خيرا، خير الله واسع، واللي سوى لك خير أشكره، أشكره، بيض الله وجه، جزاه الله خير، لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. النعم التي نحن فيها نعمة الأمن والأمان، نعمة نزوح هذه الجائحة والوباء التي حل في كثير من الدول. كان في إعصار كما رأيتموه، كان في بعض الدول عنده زلازل، وبعضهم شردوا، وبعضهم للأسف ابتلوا. لذلك لما تشكر الله تعالى على هذه النعمة، ثم تشكر خلق الذين أسدوا إليك معروفا، قل شكرا، ترى مو عيب أنك تشكر الناس. خلص معاملتك ومشيت وقفيت، أشكره، أدعو له بظهر الغيب وتشكره بوجهه، قل له جزاك الله خير. لو قلت الله لا يهينك يجوز، نعم يجوز، الله يهين، يهين اللي يهين نفسه، ومن يهن الله فما له مكرم. وجاء في الحديث: من أهان السلطان أهانه الله. الله يهين يهين نفسه، ووصل إلى هذا الحد أكيد هو لذل نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اجعل من رآك يدعو لمن رباك، لما قصروا فيك وربوك وأحسن تربيتك، أخوك أشكره، أختك. إحنا نشكر الغريب والقريب ما يسمع منا شيء، هذا والله من الجفاء ومن الظلم، مكان أن أقرب الناس لك ما شوف منك شكر. اشكر نعمة أنت فيها، الزوج اللي صبرت عليك واسترت عليك، والعيال اللي تحملوا أذاك اشكرهم، اشكر الله تدوم نعم بإذن الله عز وجل. حياتنا ورقاء. أنا بشكر والدتي، بشكر أبوي معلمي،
مين بدي اذكره؟ مش عارف. ابوك اللي يتعب ويخرج من النهار الى اخر الليل عشان يكد عليك ويصرف عليكم. تعب هو يربيكم. تشكر حتى اخوانك اللي معك واخواتك اللي معك. احنا ساعات اقرب الناس لنا ما نسمع منهم ما نقول لهم شكرا. اختك اللي ما قصرت معك. اللي تتعب بتعبك. تمسح على راسك عند مرضك. هل قلت لها شكرا ولا لا؟ اشكر كل من اسدى لك معروفا وانت في الطريق تمر على رجل مرور تسلم عليه تقول الله يجزاكم خير مشكور ما قصرتوا. الممرض، الطبيب، الحارس، هذا يدل على صفاء النية وطيب السريرة. اللي في القلب وفي الجوف يخرجه الخلق العظيم القوي. شلون عارف انك انت انسان متربي ولد ناس ولد نعمه ولد اصول؟ يبين باخلاقك وسمتك. وتذكر قول الله تعالى: وقليل من عبادي شكر. من القليل؟ هؤلاء. كل من هؤلاء القله. اهل الحق قله. وقليل من عبادي شكر. حياتنا ورقا. الأشخاص الممتنون أكثر استعداداً للتعلم والنمو ومواجهة التحديات. بإمكانك التعبير عن امتنانك للأشخاص بطريقة أكثر فعالية، أنك إذا كنت أكثر امتناناً كشخص فإن مفعول الشكر سيكون أكبر كثيراً، وبالتالي ستتحسن صحتك الجسدية والعقلية، وستصبح أكثر قدرة على مواجهة التوتر. شكرا لكل متابع يتابعنا اليوم. شكرا لمخرجنا المصورين. كلمة شكرا ترى تشعر الإنسان حتى لو قصر في عمله. كلمة تريح الإنسان. زوجتك لو يقولها شكرا، معلمك تقولها شكرا، أمك وأبوك. احنا نظن أن الشكر لا يكون إلا بشيء سويته وأنت مو ملزم فيه. يقولك لا شكرا على واجب. شكرا على الواجب اللي قدمته، وشكرا حتى لو قصرت. شجع الإنسان كلمة شكرا ترى، وجزاك الله خير ومشكور وما قصرت، الله يجزاك خير، الله لا يهينك. الكلمات هذه تراها سهلة. يقول تعالى: وقولوا للناس حسنا. قل كلمة طيبة. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام، صلى على رسول الله، يقول حديث عظيم ها: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في رواية أخرى: لا يشكر الناس من لا يشكر الله تعالى. قل شكرا تؤجر. سينك حلقة واحد. من هنا تبتدي خطواتنا الأولى. من هنا شكرا لكل متابع تابعنا. ترتقي درجاتنا أعلى. نكتب التاريخ في ورقات. ننشر الإحسان والخيرات. نبتغي سبل النجاة. نمشي على نهج الهدى. فديننا دين الحياة وحياتنا